هذا رجل يعتبر من وجهة ربعه وله مكانة اجتماعية جيدة ولا رازق بعيال ثلاثة عياله كلهم بارين به كلهم ريجي الكفو ويوم تقدم به الأمر وساكن بيوتهم جنب بيت أبوهم لهم في قرية ومجلسهم واحد عند أبوهم ماتت أمهم إلي زوجة الأب وجلس لسنتين أو سنة أو سنتين وهو ما تزوج لأن رجال كبير متقدم به الأمر وبعد فترة وعياله ساكن عليهم ملبي له كل طلباته وكل ما يحتاجه ويوم من الأيام حس له بألام في صدرها وكذا فكانوا عياله يقولون بوديك للمستشفى وهو كان يقول لهم اللي الله كاتب لي بيصير ما ينفع فيه لا مستشفى ولا شيء ما طيب أموري زينة فلحوا عياله عليه وصروا اللي يأخذونه يودونه للمستشفى ودوه المستشفى في مدينة تبعد عن قريتهم كذا وكذا فلما سوى لها الدكتور تحاليل وشيء وقال له أنت حقيقة تحتاج لك إلى عملية لكن خذ علاج أو مشيين في الشريان أو شيء أنا ما أدري بالضبط وش الموضوع لكن له علاقة خذ العلاج هذا واستخدم العلاج هذا وبعد شهرين إن شاء الله موعدك إن شاء الله للعملية ورجعهم هم ويا أبوهم ويوم وصلوا ديرتهم دخلوا قريتهم ولي فيه بنت وتشيل لها مرة ما تشيل لها غرض ما أدري على رأسها ولا تحمله معها من جيرانهم هم ربع يعرفون بعضهم ومرها الخط قريب والخط كان صحراوي يعني ما كان اسفلت ولا شيء الموتور دوب يمشي والمرة تمشي على المسار اللي مباري للخط فالرجل شايب طالع في المرة قال عيال هذه المرة هذه من هي قالوا عيال هذه فلانة بنت فلان بالاسم يعرفون ربعهم يعرفون جماعتهم هذه فلانة خاص فلانة بنت فلان راحوا جلسوا في مجلسهم تقاهوا يجون بيقومون قال لا تقومون يا عيالي أنا أبي الزواج قالوا ما أبرك الحزات يا أبوي أبرك الحزات ونتمنى هل منها أنك هذا قال أبي الزواج وبكم تخطبون لي فلانة قالوا فلانة اللي أول مرة يناها تمشي إلى خط قال نعم قال فلانة بنت فلان عنده ثلاث في ثنتين أكبر منها هي تعتبر الصغيرة من الثلاث الكبار اللي أنت شفتها عمرها في العشرين أو حول العشرين قال أنا قلت لكم خطبوا لي فلانة أنا ماني برايح فلان يعرفنا ويقدرنا وابن عمنا وروحهم وخطبوا لي فلانة البنت هذا بعدوا يرفضون العيال ما هم مقتنعين أن أبوهم مفروض مرتن يعني تكون مرتن يتفاهم هو إياها وتكون عارفة الحياة زين يعني على قد مستوى عمر الرجال يمكن قرب السبعينات ولا حولها ولا أكثر ما أدري عاد بالضبط لكن قال واحد وكل ما جاوا يغيروا رأيه بحسوا أنه يزعل ولا يبغوا يزعلون هبت قال واحد منهم الأخوانه مشينا نروح لابن عمنا ونخطب ونرضي والدنا ويقول بينه وبين اخوانه فلان ما هم زوجين بنته صغيره ابوي رجال كبير لكن يعتذر والعذر ننقل العذر ابوي يدور ابوي على اللي تناسبه هم يروحون لابوها ويقلطون عند ابوها وهم يخطبون قال انا قال نبي فلانه ونبيها لابونا قال خير ان شاء الله غير هذا انت قال احنا مرسلين بلسم بفلانة ويروح ما غير وده يرضي ربعه ولا ما لها الرغبة أنه يزوج ولا ونيته أنه يزوج لكن يبي يسمعها من الحريم بيسمعها من البنت وامها وبيسمعها ويدخل على هله ويصوت لزوجته وسط بناتها قال فلانة قالت نعم قال العيال عيال فلان وفلان يخاطب بنتك فلانة والبنت تسمع أمها تقوم قالت سبحان الله ما بتزل فلان زوجه عمرها ما جاء 20 سنة وزوجي فلان رجال وصل الثمانينات ورجال والله المرأة الأم ما هي براضي ما هي براضي مرة ولو والله هو يبي هذا هو بيقول أهم شيء طلع بعذر وقبل لا ينحرف بغم للبنت يوم تكلمت قالت لا يا أمي لا توقف ولا يا أبوي أنا هذا نصيبي جاء ولا تردون عني كيف نصيبت هذا رجال في الثمانينة قالت أنا في ثنتين من خواتي أكبر مني ما تزوج وأنا نصيبي وجاء وأنا مرتنا بعيش مثل الحريم أبي لي بيت رجال مقتدر يبي يحط لي بيت وبسكن وبعيش مثلي مثل الناس السلام. ما نصيبي ولا تردونه يا بنت رتبت المنا قالت أنا قابلتنا الرجل والله اليوم صار الرجال في موقف قرار قالت أبد أنا موافق هم يرجعون ويرجع قال زوجناكم النصيب متى تبي المكة قال الموضوع عندكم رجعوا لأبوهم قالوا بالشركة أن العرب وافق وأن الأمور زانت لكن متى تبين نحدد موعد العرس بعد العملية
ثلاثة شهور ولا بأربعة ولا بأكثر ولا بأقبل؟ لا ما عاد هي بلحية عملية. قال الأبو أبيها الخميس الجاي. طيبة طيبة. قال أبو أنت عندك إشكالية والزواج ممكن يجني زيادة عليك جهد وهذا، وأنت عندك مشكلة يقولك الدكتور تحتاج عملية. يا أبو ينتظر لا تسوي العملية وممزك. بعد ثلاثة شهور المشروع. قال بس أنا قلت لكم الخميس أود الرجل تم الخميس. أبو سعد. ويوم جهز أبو محمد. ويوم جهز وحضر الزواج وهم يجون لزوجة أبوهم هالجديدة قالوا إن شفتي عليها أعراض تعب أو شيء أو هذا علمينا، ترى يعني صحته اليومين هذه بالذات خافوا إن هذا يصير عليه إشكالية. والله كلية أمرك الأمور طيبة. قالوا يمكننا مخليها سوالف. والليلة اللي بعدها واسبوع الأمور طيبة، يوم الأمور تمام وعاشر الرجال أمور تمام، يلين جاء موعدهم يأخذون أبوهم ويدونها للمستشفى. قالوا ما فيك شيء. يوم جاء طعمك عند الدكتور ويسوي يكشف عليها عشان يسوي لها العملية، هم شيك عليه قال أنتم مسوي عملية في أي مستشفى؟ أيوة مسوي عملية. قال ما سوينا عملية. يقول عياله قال أقول لكم مسوين عملية وتقولوا ما سوينا. قال واسأله يعلمك. قال من هو الدكتور اللي يصلح لك العملية؟ قال يا دكتور ما هو بدكتور، هذه الدكتورة فلانة، هذه الدكتورة فلانة. قال براوف عليها دكتورة فلانة هذه حقيقة أي في مستشفى. بس هم يضحكون عياله. قال أنا ما أقول كلام غلط. يقولها الطبيب أنا ما أقول كلام غلط وأنتم تضحكون وكذا وأنا ما أقول. سألت أبوكم وسألتكم عندكم مشكلة شيء؟ قال يا دكتور حنا والله ما نضحك إلا من موضوع حنا نعرفه وأنت ما تعرفه. الرجال قلنا لك ما سوى عملية وحنا صادقين ما سوى عملية. والموضوع الرجال تزوج ولي بعد ما رحنا من عندك هاك اليوم اللي طلع من عندك الأسبوع اللي بعدك عرس وهذا اللي عطاك اسمها هذه زوجته. قال ولا سويت عملية ولا شيء. قال ما سويت عملية ولا شيء. قال طيب ما شاء الله تبارك الله. قال طيب العلاج اللي عطيتك وش سويت فيه؟ قال ما أكلت منه ولا حب. أنت أولا بس علشان أنا اخترت لا تهيض الشيبان الله ما عاد عندي ترى يا الربع ما تشجيع بس ترى في قصة ثانية أن واحد نعرس ومات هذا يعرف اثنين ماتوا.